تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة عن وبيته نحن. بيجير هذا الأمر إلى أن موسى كان أمين في كل بيته، كل بيت موسى كان الشعب القديم، بيت المسيح، الكنيسة في كل العالم في كل العصور، لكن موسى كان الشعب القديم في ذلك الوقت. موسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به، فبيشهد إيه اللي هيحصل بعد كده. فنرجع لموسى وبعد نيجي نختم ب وبيته نحن. موسى في موضوع البيت اتكلم عن البيت، وربنا قال له، كلم الرب موسى وهارون قائلا: لما تيجوا إلى أرض كنعان التي أعطيكم ملكا، وجعلت ضربة برص في بيت في أرض ملككم. فالبيت جات له ضربة، ضربة دي ضربة برص. في نفس الأصحاح بيتكلم عن شفاء الأبرص، والأصحاح اللي قبليه عن ضربة البرص، فهو بيتكلم عن ضربة البرص عموما في الإنسان، وبعدين هنا بيختمها بالبيت. إذا واحد شاف في ضربة كده مش فاهمها في البيت، يأتي الذي له البيت ويخبر الكاهن قائلا: قد ظهر لي شبه ضربة في البيت. حاجة أنا مش فاهمة، إيه حاجة ضربة دي؟ دي ضربة برص، دي حاجة وحشة، هي كويسة؟ ولما نتأمل في بيته نحن، يعني البشر، وزي ما قلنا أنه في نفس سفر لوين بيتكلم عن ضربة البرص في الإنسان، مين فينا لم يخطئ؟ يقول الكتاب: الجميع زاغوا وفسدوا معا وعوزهم مجد الله. يبقى مين فينا ما جالوش الضربة دي؟ محدش جالوش الضربة دي. وبيته نحن، البيت اتضرب البرص لأن الكل أخطأوا. طب إيه الإجراءات دلوقتي عشان البرص يتشال، عشان البيت يتنظف، أو تعبير الكتابي يطهر، البيت يطهر؟ يأتي الذي له البيت ويخبر الكاهن قائلا: قد ظهر لي شبه ضربة في البيت. بيقول شبه ضربة لأنه مش قادر يصدق، لأن ضربة البرص صعبة جدا. احنا عارف في النهاية البيت بيتهدم. طب دي كارثة، دي بيت هدم كده، كارثة. فبيتصورها الإنسان حاجة بسيطة، يعني حاجة بسيطة وتخلص، شبه ضربة. ودي بداية الخطوات. أول خطوة يعملها اللي عنده البيت ده، اللي بيمتلك هذا البيت، يقول كده، يقول: عندي شبه ضربة في البيت. ولو عارف ضرب برس يقول: عندي ضرب برس، يكون صريح يعني. لكن حتى لو مش عارف يقول: عندي شبه ضربة. المهم يوصل للكاهن، يروح للكاهن يقول له كلمتين دول. وأول طريق للاستمتاع بفداء المسيح وبخلاص المسيح هو ذهاب الإنسان منا إلى رب. يقول: يا رب أنا مش مظبوط، أنا مش مظبوط، أنا مش كويس، أو شبه مش كويس، شبه مش مظبوط، أنا مش مظبوط. مش ممكن تكون خلقتني عشان أعيش كده، أو عشان تكون دي حالتي في عيشتي يا رب. أنا جاي لك تطهرني، جاي لك تغيرني. يا رب أنا بين يديك، اعمل اللي أنت عايزه. يتولى الكاهن الأمر، يصدر أمره الأول، فيأمر الكاهن أول أمر إيه؟ أن يفرغوا البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة، لئلا يتنجس كل ما في البيت. هذا يعني بالنسبة لنا في العهد الجديد، سيب الرب يشتغل في حياتك، ما تدخلش في شغله، ماليش دعوة بشغله، سيب الموضوع ليه، خلي عنك أنت، خلي عنك، اطلع من المهمة دي خالص. لا تزن نفسك بميزان نفسك، لا تقيس نفسك على غيرك، لا تقيس نفسك على أي موازين بتاع نفسك. لا، ما أنت مش وحش قوي، ما أنت عدل أهو، ما أنت كويس أهو، ده يمكن توصل لدرجة أنك مش أحسن منك وتندم أنك رحت الكاهن وتقول له في ضربة. سيب الرب يتصرف، هيقول لك إيه اللي فيك، سيبه يتصرف فيك. جميلة قوي دي، اترك للرب البيت واطلع، سيبه يشتغل، شوف هيعمل ايه في البيت. بعدين يدخل الكاهن البيت، اذا رأى الضربة، شوف الضربة،
وإذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط. يخرج الكائن من البيت إلى باب البيت، بيقفل البيت 7 أيام، ممنوع الدخول. ليه؟ عشان نشوف يحصل إيه بعد 7 أيام. تاني زيارة للكهف. فإذا رجع الكائن في اليوم السابع ورأى أن الضربة قد امتدت في حيطان البيت، زادت الحكاية، الموضوع زاد، يأمر الكاهن، ده الأمر بقى بتاع المرة الثانية دي، أن يقلعوا الحجارة التي فيها الضربة ويطرحوها خارج المدينة في مكان نجس، ويقشر البيت من داخل حواليه، ويطرحون التراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكان ناجس، مش كده بس، ويأخذون حجارة أخرى ويدخلونها في مكان الحجارة ويأخذ ترابا آخر ويطين البيت. دي العملية اللي على أساسها سيصدر القرار هل البيت طهر أو لم يطهر. إيه العملية دي؟ العملية دي بالنسبة لنا هي الولادة الجديدة. إيه الولادة الجديدة دي؟ قلبا نقيا أخلق في الله. ده كان داود مؤمن يقول كده يعني، لكن هي بتعبر عن الإنسان الخاطي فعلا، أن نور زرع للصديق، أن طبيعة جديدة جت للإنسان، الإنسان أخذ خلق جديد، قلب جديد، إنسان جديد. الحجارة دي ترمز للقلب، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، شيله خالص، شيله ارميه بره في مكان نجس. قلبا نقيا أخلق في الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. الروح المستقيم ده رمز للطين، ده اللي طين بيه كل البطين، جديد، سلوكيات جديدة، مفهوم جديد، نظرة جديدة، فكرة جديدة. أيها الإنسان لو تعلم، لو تعلم إن أصلك طين، أنت من إيه؟ تراب، وإلى تراب تعود. وخلقة الله لآدم، جبل الله آدم ترابا من الأرض، وصنعه تمثال. صنعه تمثال إزاي؟ بهذه المياه التي هي من فم الله القدوس، نفس اللي عمله المسيح، وصنعه تمثال على هيئة إنسان، ليه مناخير، ونفخ في أنفه فصار آدم نفسا حيا. يا أحبائي، هنيجي للتطهير دلوقتي. أعظم طريق للخلاص أنك تعلم أنك تراب وأنك تحتاج إلى نعمة المسيح، وسيب ربنا يتصرف، سيبه يتصرف. ربنا بيطين الخاطي ليخلصه، وبيطين المؤمن ليكرسه. كيف يعني؟ بيطين الخاطي ليخلصه، ربما بمرض، ربما بكارثة، ربما بخير كبير يجيبهوله، طين كتير يملى بعينيه، لعله رأفة الله ورحمة الله ولطف الله، لعل لطف الله يقود للتوبة. ويطين المؤمن أيضا بنفس الطريقة، مرض معين، كارثة معينة، تفتى عنين المؤمن، أنا عايش إزاي؟ أنا كنت عايش إزاي قبل كده؟ فإن رجعت الضربة وأفرخت في البيت بعد قلع الحجارة وقشر الطيب البيت وتطيينه، وأتى الكاهن ورأى، وإذا الضربة قد امتدت في البيت، دي اسمها برص مفسد في البيت، دي نجاسة. امتى النجاسة دي حدثت؟ من الأول خالص هي نجاسة، من الأول خالص هي نجاسة، لأنه برص مفسد من الأول، فحتى العلاج ما نفعش معاها. لما شالوا الحجارة وقشروا البيت كله وحطوا حجارة جديدة وطينوا البيت كله، ما نفعتش. يبقى البيت نجس من أصله، ده نجس. يهدم البيت حجارته وأخشابه وكل تراب البيت ويخرجها إلى خارج المدينة إلى مكان نجس، وكل اللي دخل البيت يكون نجس، وكل لمس البيت وبات في البيت وكان في البيت كله نجس. إيه الحكاية دي؟ الحكاية
الحكاية دي بتكلم عن الناس اللي قال عنهم يوحنا منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. إيه الحكاية دي؟ الناس اللي بتقول أنا خدت قلب جديد وخدت حياة جديدة، حلو خالص، جميل جدا. لو حرست بقى ضربة نجاسة في ذلك البيت، لاحظ ضربة نجاسة مش أخذ إنسان في زلة مانة، ضربة نجاسة يعني الارتداد عن الإيمان، الابتعاد عن الاعتراف بنعمة المسيح، ترك الرب والهروب منه. كلب قد عاد إلى قيئه، خنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمى. اغتسلت، اتغسلت لما إيه؟ الكاهن أو رئيس الكهنة أمر أن تشال الحجارة، تحط حجارة جديدة ويطيد البيت. قعد حوالي شهرين، حلو قوي. وبعدين قال لك أنا مالي مأيد نفسي بالتكتيفة دي، يا الله بيع، باع المسيح وباع الحياة وباع السلوكيات ودخل في الطين واتغمر بالطين، بل ربما كمان قعد يشتم في المسيح ويعني يتصعب عليه الأيام اللي عاشها نظيف. إزاي قعد نظيف ومش مستمتع بحمقة الطين هذه، قعد لشهرين ثلاثة مش مستمتع بيها. هؤلاء بقى نهايتهم فين؟ نهايتهم في خارج المدينة إلى مكان النجس. وده إنذار على فكرة يا أحبائي، في ناس كتير للأسف مخدرة نفسها، وفي بعض الناس متجاسرة، مش بس بتخدر نفسها، بتقول مفيش جهنم، مفيش جهنم. بقول لك إن في مكان اسمه خارج المدينة اسمه مكان نجس في السماء. ايه المدينه دي؟ المدينه المحبوبه اورشليم السماويه. خارج المدينه، خارجا، اطرحوه خارجا، فين؟ الى الظلمه الخارجيه، الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته. هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ده مش كلام هزار ولا مجرد اضحوكه ولا كلام عشان تاخدوا تريقه، هذا كلام حقيقي. طيب لسه بقيناش الحل. طب وبعدين؟ لكن نجي بعد كده بقى الكاهن ودخل البيت ولقى ايه؟ ان الضربة مفيش. دخل البيت بعد ما غير الحجارة وطين البيت، لقى ايه؟ اتى الكاهن على 48، لكن ان اتى الكاهن ورأى واذا الضربة لم تمتد في البيت بعد مفيش ضربة، خلاص خلصت. يعني كانت غلطة وخلصت، كانت أزمة وخلصت، كانت ضعفة وخلصت، زلة وخلصت، خلاص. يحصل إيه بقى؟ يقول كده يطهر الكاهن البيت، التطهير. وده ختام موضوعنا النهاردة، التطهير. هنختم يعني بالتطهير وبعدين نيجي حتة عند بيته نحن دي. يطهر الكاهن البيت. يطهر إزاي البيت؟ اطهر 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 اطهر، خلصت. لا، ايه لعبة؟ ايه الله غفور رحيم يا اخي، خلاص خلاص خلص الموضوع. عشان تتغفر الخطايا اصعب حاجة في الوجود، اصعب حاجة في الوجود ان الخطية تغفر، لكن ربنا اوجد لها نظام بالغفران. النظام ده اتكلم عنه موسى يعني بالترتيب، كم حاجة عشان تتغفر الخطية ويطهر البيت، كام حاجة؟ يلا اللي واخد باله يقرأ معايا. فيأخذه على 49 لتطهير البيت عصفورين، 2 عصافير، وخشب أرز، وقرمز، وزوف. لغاية دلوقتي سهل، خلاص أدي العصفورين، أدي الخشب، أدي القرمز، قال الزفة. طهرت؟ لا لسه ما طهرتش. وبعدين ويذبح العصفور الواحد في إناء خزف. جاب حاجة تانية اسمها إيه هنا؟ إناء خزف. إحنا بنعد كم حاجة الوقت، يقولنا عصفورين 2، خشب، أرز، قرمز، دي كام؟ أدي 5. إناء خزف 6، على ماء حي ليه؟ 7 مواد عشان تطهر يا إنسان، 7 مواد عشان تطهر خالص.
كمال التطهير برقم 7 رقم الكمال، ويأخذ بالترتيب الدرس العملي، الخطوات العملية، الخطوات التنفيذية، المراحل التنفيذية للتطهير. يأخذ لا الأول يذبح، أسف على 50 يذبح، أنا خدت 51 الأول، أنا 50 بالترتيب، ويذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي. يبقى بعد ما جاب الإناء الخزف جاب ماء حي. ماء حي يعني ماء حي؟ هي إشارة للروح القدس، لكن أنا ماء حي يعني ماء جاري، يعني يحط مية مية كب 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 مية بتجري بتجري، حيث المية حية أي مية نظيفة، إشارة للروح القدس. ويذبح عصفور في إناء خزف على ماء حي. إناء خزف زي سلطانية كبيرة كده، مش حاجة صغيرة، سلطانية كبيرة كده، خزف فيها الماء الحي ده، يروح ذبح عصفور فيها. في إيه دلوقتي في الإناء الخزف؟ ماء ودم. تفكركم حاجة ماء ودم دي؟ حبيبي يا رب. وإذا جندي قطعنا بحربة فخرج من جنبه دم وماء. هللويا. ده مين اللي متعلق ده؟ العصفور. العصفور. العصفور اللي بيطهر الإنسان. لتطهير الإنسان لابد من كفارة، لابد من فداء، مش من أسد، مش من ذئب، مش من ثعلب. ما ينفعش لا دم الثعلب ولا دم الأسد ولا دم الذئب ولا دم الغراب ولا دم اليمامة ولا دم لا متأسف مش قصدي اليمامة قصدي البومة ولا دم البومة ولا دم لا 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 لا. أمال دم إيه؟ دم العصفور. إيه العصفور ده؟ أصغر طير من الطيور. تفعصه كده بإيدك تموته في الذبائح لك، تفرك راسه، تفرك راسه، خلص خلاص العصفور انتهى، تعملوا كده انتهى. هذا هو العضو الرطب الذي صلب لأجلنا على الصليب، العصفور اللي ذبح هناك على الصليب. يذبح العصفور الواحد في إناء خزف. هنا في إناء خزف، في دم وفي مية. إيه الإناء الخزف ده؟ إناء الخزف ده هو تجسد ابن الله، هو الجسد اللي أخذه المسيح لكي يمكن ذبحه. دي المادة الأولية للتطهير. نمرة 2، عدد 51 نجيله دلوقتي. يأخذ خشب العرز، احنا قلنا 3 اهو، التجسد، الدم، الروح القدس، فالأربعة تاني. يأخذ خشب الأرز والزوفة والقرمز والعصفور الحي، الأربعة التين هم الأربعة دول ياخدهم على بعض كده، مش هيعمل بيهم حاجة، يعني مش هيعمل، مش هوضب خشب الأرز، مش هوضب، لا 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 لا، هو كده شوية خشب أرز هم، زوفة اهي، قرمز اهو، قرمز يعني ايه؟ بس قماش قرمزي، فتل قرمزية، المهم اللون، قرمز اهو، العصفور الحي. ياخذ الأربعة دول ويغمسها في دم العصفور المذبوح وفي الماء الحي. يغمسهم كده. وبعدين ينضح البيت، يرش عليه كده 7 مرات، 1 2 3 4 5 6 7، هم 7 مواد و7 مرات، 3 4 5 6 7، ويطهر البيت. طهر البيت ازاي بقى؟ مادة رئيسية بدم العصفور وبالماء الحي. الطهارة بالدم والمية، الإناء الخزف لأنه عشان المسيح يصلب لابد إناء خزف، مش ممكن صلبه وهو في المجد لاهوته، مستحيل، يعني لم يأخذ صورة عبد جاء في هذه الصورة. فدي الإمكانية اللي مكنت الدم إنه يسيل، اللي بيغفر لي خطاياي دم يسوع يطهر من كل خطية، والروح القدس يعطيني الولادة الجديدة بعمل الابن في حياتي. كل من يولد من الماء أي كلمة الله والروح، الروح القدس بدم العصفور والماء الحي.
يأخذ معنى ماذا يصنعه الإنسان لكي يخلص بعد ما يؤمن بصليب المسيح. ذبح العصفور في الإناء الخزفي على ماء حي، يأخذ خشب الأرز. إيه خشب الأرز يرمز لإيه؟ الأرز كالأرز في لبنان ينمو، الأرز رمز بر الإنسان أو بر الله. يأخذ خشب الأرز أي أن الإنسان يقول يا رب إن بري ليس لي، لأن كل أعمال بري أقدار عند موت قدميك، أريد برك أنت يا ابن الله الذي دمه سفك لأجلي في هذا الإناء الخزفي. بالنسبة للعصفور، بري أريد أن أغمسه في دمك، ليكن ليس لي بري الذي من الناموس، بل البر الذي من الله بالإيمان بالمسيح. نمرة اثنين، الزوفة. الزوفة دي ايه؟ الزوفة اللي هي الليفة اللي سعادتك بتستخدمها ولا انا بستخدمها. اغسلني بالزوفة فاطهر فابيض، مش زي الثلج، ابيض من الثلج، اكثر من الثلج. اديني هذا البياض يا رب، طهرني بالزوفة. بري ليس مني لكن ادفنه في دمك الكريم. طهارتي لا اقدر عليها لكن أدفنها في دمك الكريم وشخص الروح القدس الماء الحي. خشب أرز وزوفة. القرمز كما أن الدم يشير إلى دم يسوع المسيح، هكذا إن كنت تريد أن تخدم الرب ليكن عندك ذات الفكر أني أسكب نفسي ودمي لأجل عملك. قد حسبنا مثل غنم للذبح، من أجلك نموت كل النهار. هذه الكلمة الطيبة التي يريد يسوع أن يستمع كل إنسان مؤمن يقولها له، يا رب أنا أموت لأجلك، أحبك من كل القلب. وآخر حاجة إيه؟ العصفور الحي. أول حاجة هي العصفور المذبوح في الإناء الخزف والماء الحي، مفهومة. المسيح تجسد فقتلوه فمات فسفك دمه، شخص روح قدس لخلاص وتطهير البشر. تاني حاجة، أنا بقدم كبريائي وبقدم نظافتي وبقدم استعدادي للموت لأجل المسيح. رابع حاجة اللي أنا هاخدها بقى إن أنا هقوم مع المسيح. العصفور الحي يرمز إلى المسيح المقام. أقوم مع المسيح، أي إنه مفيش واحد مات مع المسيح وقام مع المسيح إلا مؤمن حقيقي فعلا. قدم الثلاث حاجات دول للرب، قدم الخشب الأرز، قدم الزوفة، قدم القرمز. قام مع المسيح، العصفور الحي اللي هو ملطخ بالدم، لأنه فاكرين المسيح لما قام قال له هو ذا يدي ورجلي، أثار المسامير موجودة، عصفور حي ملطخ بالدم. بعدين يطلق العصفور الحي إلى خارج المدينة على وجه الصحراء، أي أنك في المسيح يسوع تخرج إنسان جديد من حضرته في هذه البرية، في صحراء هذه البرية، تنادي بمجد المسيح إلى أن يأتي العصفور السماوي ويأخذك إليه في يوم اللقاء القريب جدا بنعمة الله. آخر كلمة نختم بها، نرجع لبيته نحن. يا أحبائي، إحنا بيت المسيح. هذا ما تكلم به موسى كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به. الآن المسيح كابن على بيته وبيته نحن. ويقول لك بقى الكلمتين دول نختم بيهم: إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. يعني إيه؟ يعني ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. ليه؟ يكون زي البيت اللي قلنا عليه ده، لو غير الحجارة وعمل التطين تاني وفسد كمان خلاص خرب تاني، ده برص مفسد، ده يروح جهنم، اللي هو الذين للارتداد، لكن هم الحقيقة لا يرتد، أما نحن فلسنا من الارتداد بل اقتراء النفس. فبيته نحن إن يعني إيه إن؟
يعني التمسك يؤكد انك بيت المسيح. رفض المسيح، الابتعاد عن المسيح يوريك انك عمرك ما كنت بيت المسيح. طب ايه بقى تمسكنا بايه؟ يقول لنا كلمتين هنا مش يعني مش كتير بنسمعهم في الكتاب لكن مهمين قوي ومناسبين جدا للحته دي. تمسكنا بايه؟ بحاجتين. اول حاجه ايه؟ ثقه الرجاء. تاني حاجه ايه؟ افتخاره، اي افتخار الرجاء. يعني ايه ثقه الرجاء؟ ثقه الرجاء، المؤمن الحقيقي يا احبائي هو الذي عنده ثقه كامله ان مكانه في السماء وان وضعه في السماء وان رجاءه في السماء، وهذه الثقه هي التي تشكل كل تصرفاته في العالم. بيتصرف بسلطان. ايه السلطان ده؟ اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. اولاد الله فين؟ رحيم بيت ربنا. افتخار الرجاء ان عندك فخر. ايه الفخر ده؟ الفخر انك ابن لله. الفخر ان مركزك في الابديه. الفخر ان ليس لك ميراثا هنا، فانت مش تعب نفسك في المواريث الارضيه، مش تعب نفسك في الامور الدنيويه، ان فخرك هو انك تعيش في السماء وانت جالس الان عن يمين المسيح في العظمه، او عن يمين الله في العظمه مع المسيح، هو هناك فانت فيه ايضا، فانت جسده، فعندك فخر. الامور العالميه لا تغويك، لا تشعل فيك شهوة، لا تجعلك تجري إلى فيض الخلاعة كما يجرون، لأن هذا العالم باطل وقبض الريح. كلام فارغ، هذا العالم باطل وقبض الريح، لكن افتخار الرجاء يجعلك تعيش ممجد لاسم الرب في سلوكك وفي كلامك مع الآخرين. ثقة الرجاء وافتخاره، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وبيته نحن، المسيح يا أحبائي حيسكن فينا في الأبدية، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين.